سار عمر يوما ومعه أبو عبيدة، فالتقته امرأة في الطريق فقالت: إيه يا عمر، لقد كنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في أسواق عكاظ، ثم ما لبثت أن سميت عمرا، ثم ما لبثت حتى أصبحت أميرا للمؤمنين. فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية، كيف رعيتها؟ فبكى عمر بكاء شديدا، فلام أبو عبيدة المرأة على قصوتها على عمر، فقال له عمر: دعها يا أبا عبيدة، فهذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فحري على عمر أن يسمع قولها. ومن أسمائه جل في علاه البصير، أي له بصر يرى به سبحانه، ويعني كذلك أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها، يبصر كل شيء كبر أو صغر، يبصر ما تحت الأرض وما فوق السماء وما في أعماق البحار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا تغيره الحوادث والسنون، لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا جبل ما في وعده، ولا بحر ما في قعده. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها: أمزج اللبن بالماء. فقالت البنية: أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز في لحظة غفلة: وأين عمر حتى يراه؟ فقالت المؤمنة الموقنة بنظر الله: إن كان عمر لا يرانا، إن كان عمر لا يرانا، فرب عمر يرانا. مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياه. فقال: أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله، ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب؟ فماذا أقول لله، ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة أعتقتك في الدنيا، كلمة أعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمن: ماذا أقول لله؟ إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله، أغفل للذنوب، أغفل للذنوب. ما أقبح آثارهم وما أسوأ أخبارهم، وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ بالله عليك
أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يرى ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه كيف يعصاه وهو يراه كيف يعصاه وهو يراه. روى الترمذي بالحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من لم يكن شيئا مذكورا قال قرأها حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك قائد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلددتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى. إياك والاغترار بحلمه وكرمه فكم قد استجرج من عاصي وقصم من جبار وظالم. إذا همت النفس بالمعصية فذكرها بنظر الله لا يكن الله أهون الناظرين إليك. إذا خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان فقل لا أستحي من نظر الإله فإن الذي خلق الظلام يراني. إن كنت تعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك وإن كنت تعصيه مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك فما أشد وقاحتك وما أقل حياك يا مسكين. بأي بدن ستقف بين يدي الله وبأي لسان ستجيب؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فماذا أعددت للنجاة من عظيم عقاب الله وأليم عذابه؟